بله بینه ره تجربه بینه ره ازخان تیفر جی کلم صلافه بن ام گهشتی نوال برنامه سپورت لسر زایت ازخان تیفی جراسی بلکی فتره کدریجا ما برنامه سپورت چه نگری لی مدفدر دا برای که عزیز و هجا دید او جی کسی که ازدیا او جی از با بدم ناس کرن لزهنه که سریو خبر بدم برای عطنانا او جی خلکی می بحشیکو بعزانا یا ازخان عراقیا و براسی جی که هاتیوی ولاتی هانووری ام بیجین که با جروانیا هانووری المانیا براسی جی دست خوشیل وید که اینکو افکار پیروس را کری و افباره هر گرتی اول المانیا جی بوا کسی ایکیا کوب جوانترین یا که جسمی که لشی لی ام بیدر دا چینه با برای عدنان که برای عدنان اشمارا چی بیجو شورا چی بیجه ام پی خوشحال اینو با عدنانی میوان بون بله برای عدنان ایوار باش اهلا وسهلا على راسی رحب بیکم رحب بیزید خان تیوی بیزید خان تیوی شپورت و نورتونی على راسي جيتو بله سپاس بله بینره تهجا بینره ازغان تیوی راسی اوجی خلکی می بحشکو بعزان زمانه دایی که نکارت خبر بده پروبلم اوی اوا اوجی یارو ساش دست خوشیل مکر و بخیر حدنا مکر که ایلو وکو ازغان تیوی اما لای بونا میوان بله برای عطنان دست خوشیل داد کن که ایلو اما لتا بونا میوان و راسی جی سر بلندی اما لتا بونا میوان و راسی جی مدوی تو خو بینره بدن از کرن عطنان کیا شکران الله خلیکم أنا عدنان خيري بالطفولة كنت عايشة بعذرة وبعدين انتقلت على بعزاني وصار لي حوالي من 2007-2008 اجيت على ألمانيا شكرا سباس براي عدنان أم بيجين عدنان بري بيه ألمانيا كاري تجيبو أنا بالعراق اشتغلت فيتر 5 سنوات ويا خالي وبعدين بالسوبر ماركت اشتغلت بأربيل 7 سنوات وطلعت على ألمانيا وطبعا كنت أتمرن هم بالعراق وجيت على ألمانيا وبديت تمرين بال 2013-14 بديت مرة ثانية أتمرن وأروح للقاعة كمال أجسام براي عدنان تل العراقي شبورت كر أنت نشكر إيه كنت أتمرن من عمري حوالي 15 سنة 16 سنة شيء اللي أتذكره أني هذا يعني كاري شبورت كر إيه يعني كنت أروح على قاعة الحديد وأتمرن قاع شبورتي هبو بحشكو بعزانا انجيتو تشو مدينه لا كان طبعا قاعه وعد هو هم كان المدرب وعد خليل معروف هو بعزاني كان عنده قاعه كمال اجسام ومن تحولت اشتغلت باربيل كنت مارن الشبورت باربيل وحتى ما طلعت على المانيا بصراحه كانت صعبه الحياه بالبدايه فمارست الشبورت بالمانيا 2013-14 اتذكر هالشيء الوی و چاقی وقتی کوت العراقی تا اف کارت کرد تو چه شپورت وارد شپورت مادیان چابو هری کاری تا هبو هری کاری تا نبو ملتی مال هری کاری تا تکرار کرد بصراحة وقت الواحد يبدأ شبورت ما يفكر بالمادة أو بالأكل كنت أتمرن بالبداية كتمرين عادي كصحة ولياقة فدائما واحد يطلع درجة درجة ولحد وصلت لهاي المرحلة بالبداية كان شيء عادي طبعا بس هالوقت مع البطولات ما بطولات طبعا تختلف رات مادة هواية وقت طبخ وإلى غيره بله بینره تجرب راستی جه بکو مسیری داشت گویی برای عدنان خلکی بحشی کو بعزانه یا زمان دایی که نزد خبر بده چه کیفه بیشکیله یا و جاب راستی جه ام دی هول دین کو با هندگ پیویتی کو بزرگ نظر زمان دایی که دیساجی امی بشنه با عدنانو آمریکا چند پسیاره کی دیجی کنم دی هول دین که زمان مجبور خبر بده کوش مفهوم بکه کو با بینره جی فهم بکه طبعا برای عدنان وكما قلتي طول العراق تديد تدرس بتمارين كروت وقشتي في مرحلة لي هاتنا تا ألمانيا شي تعدل تكر البداية تا ألمانيا تأفكار كر تنكر تا شكار كر البداية بألمانيا طبعا بديت أشتغل بعدة شغلات تفليش سيارات بالبداية واشتغلت بالمكدونالدز وإلى آخره كنت أحاول طبعا أساعد أهلي بنفس الوقت
السبورت هم بالبدايه كان راد لمصاريف اكل وبروتينات والى اخره، بس الحمد لله يعني وصلت لهاي المرحله. بلي بنيرت هجاري بري خبدني يعني حياتك بسيط بشك وهرب شغلي ومال خوجي خدان تكر وترخي كراشك جسمي خوجي سكاري خوجي برضو عمو يعني أذيها كميري إزدي نافل خدا والرياضة وسي مالك شو وبر خدان كر بر خدان شك أبقى لك رنجاي أبشك بر خدانك طبعا بلي أمي بشنا باب ريع عتنان ريع عتنان ثال فيدري التمارين كرن بشتي تمارينا تخو داخلي قاعك كر أنجي تخو داخلي ناديك رياضي كر تبشي بشي وازي تكر. بصراحة أنا دخلت عدة قاعات وطورت نفسي، وطبعا الشغل كان صعب، كنت أشتغل باليوم 13-14 ساعة، وورا الشغل كنت أروح مباشر على قاعة الاشبورت أو الجيم أو الفتنس خلينا نقول، وطورت نفسي وبمادة طبعا قليلة، بس ألف الحمد لله الشكر وصلت لهاي المرحلة. فكل ما الاشبورت يزداد والبطولات تزداد فالمادة هم تزداد، وبصراحة أنا ما أريد أثر على نفسي وأثر على أهلي على غير أشخاص على مود البطولات، فكل شيء عند حدودة. شكرا. طبعا براسيشك باي في تي جي خد أبون براسي بتخاذي بو هنك دول ميجاكن لي أمي بو ويجي دول ميجاكن بلي براي عتنان تفيدر دا تاتشي صالب دروسي الألمانية تبسر شبورتا خو ساكني كودا دستب كاري خو كرب دروستي كوجان صالبو كاري شبورتي بدروسي تبسر ساكني. بصراحة أني ب 2017 تحسن جسمي زين، ب 2016 كان عندي بطولة بتركيا، هاي أول بطولة كانت مع أشخاص روس طبعا وألمان كانوا وشخص تركي، حزت على أول مرحلة فانبهرت بهالشي بصراحة، فقمت أطور نفسي. 2018 صار جسمي أحسن، ب 2017 كانت ردت أدخل نفس البطولة بس مع الأسف صار عندي إصابة قوية بالظهر، وب 2016 وراء البطولة هم صار عندي إصابة قوية بالكتف طبعا. ب 2017 قعدت 8 شهور بالبيت على مود الفقرة والانزلاق بالظهر، فالحمد لله تعالجت علاج طبيعي، اكثر الدكاترة قالوا خلص لازم تعوف السبورت وتقعد بالبيت يعني او عملية، فانا ما تنازلت وبعمري ما تنازلت وراح دائما احاول بالاحسن والاصعد مراحل اكثر. بلي عدنان براستيشك أفاك غيرت يعني حمو جارة برخودان كريا ونصر يعني قلق برين داريجي برا چيبونا نخوشي جيبو وجي تخدولا جي هول دايا كو قوتي روني مالي بس ايدي ملي تا برين دار بوا وتشنش بوتا چيبو نخوشيتكا افت لشي انسان دا بوتا چيبو نو قوتي لي هر ديسا جي برخودان كر و ديسا وغريا سرکاري خوفا وقتي كتا جايزة ستاندين كتو دربازي مسابقه بوي 2018 بو انجي 2018 بو 2018 هاي المسابقة كانت هاي السنة، كان عندي مسابقة بهانوفر بين 4 أشخاص ألمان يوم 20 أكتوبر كانت المسابقة، فأنا حست المركز الأول 3 أشخاص طلعوا وصعدوني على الدويتش مايسترشافت من بين 80 شخص اللي كان منهم شخصين من مصر شخص من السويد واعتقد شخصين من تركيا من ايران هم اعتقد كان، فحزت 3 مراكز كانوا طبعا حزت على 3 مراكز، اول كاس ثاني كاس وعلى اخير مركز الجروب حزت على كاس الملك طبعا. هاي في أكثر اللاعبين كمال الأجسام اللي يدخلون عدة مسابقات وعدة سنين على ما يحصلون على هذا الكاس اللي الحمد لله هسه يمي في البيت. الحمد لله مبروك عليك. شكرا الله يخليك. سر خيري بتو خذي بسلامتك. براي عدنان تفيدر ده وكو عائلة الألمانية وكتب عائلة الألمانية مشاكلت عائلي كو هول دايا كنت دفش كاري خبر داي انجي هول دايا. بصراحة مشاكل ماكو مشاكل، بس بوقت الريجيم او الدييت في 4 شهور، هاي الـ4 شهور اصعب مرحلة اللي لاعب كمال اجسام اللي مرها، لان على مود الاكل والوجبات طبعا تطبخ انت باليوم 12 وجبة، ست وجبات بأول يوم وثاني 6 وجبات بيوم الثاني طبعا، هاي تحضرهم طبعا كلها وزن، وبنفس الوقت تشتغل حوالي 9-10 ساعات باليوم، وورا الشغل تروح على الجيم أو على الفتنس أو على قاعة الحديد تتمرن حوالي 2 ساعة،
فهذا شيء هواية صعب، الجسم يتدمر ينهار، وطبعا واحد يتعصب لأن ماكو سعرات حرارية بالجسم، أكو أكلات مخصصة دائما، خضروات مغلية وصدر دجاج مغلي ورز مغلي، ممنوع ملح ممنوع زيت، وطبعا الجسم ينهار وكل شيء ينهار. بلهذاك الوقت يعني أما هناك بسيارة عربية يجيب كان، بلهذاك الوقت أنت أكو كان ساعدك بالأكل لو أنت بوحدك؟ بصراحة أمي مرات كانت تساعدني، وأنا ما زرت أهلي 4 أشهر لأن هما يأكلون غير أكل، وإذا أقعد وياهم على الميز ما أتحمل، فقلت أحسن شيء ما أزورهم. أنا كنت أحضر الوجبات الأكل تبعي وخليها بالثلاجة لحد 3 أيام أطبخهم من البيت للشغل، من الشغل للجيم للحديد، وأرجع للبيت ونفس الأيام نفس، يعني ما كان شيء مختلف بهاي 4 أشهر. بشتي كتا أف هدينا برين أف جاهزية برين چی اوکو بیجن حتانو که بوتا چی خوشی هاتیا، یعنی چی فیلم اکی گازی تکریه که تو بچی مورا بشغلی با فیلم آتش تکی که اکه بود فیلم که گازی تکریه که بوتی چی فیلم برا چی که گلوان بشغلی چی تکی وصحب و؟ بصراحة ای بوقت البطولة بشركة NAC طلبوا مني عدة عروضات البروتينات والمكملات، فعرضوا عليه، فبصراحة أني رفضت على مود صحتي وعلى مود جسمي ورا البطولة، لأن واحد لازم من المهم ياخذ استراحة أقل شي 2 شهر على مود العضلة، الجسم، الظهر، كل أعضاء الجسم لازم يرتاح، فأنا رفضت بصراحة هالشي. إن شاء الله بعد 1 شهر راح أرجع للتمرين وأسوي الجدول والبلانات مالتي مال الأكل ومال التمرين، وأرجع على المدرب مالتي مرة ثانية، وراح أحضر سنة الجاية إن شاء الله على مرحلة أكبر، وإن شاء الله إن شاء الله بعون الله حصل أحسن من هذا الكاس طبعا، وأخذ أكثر الجوائز، وإن شاء الله راح يفرحني أي صديق أي قرايب. يزيد خان تي في طبعا أشكركم هم اللي ساعدني يوقف وياي، واني شرف الي ولليزيدية كلهم، كل سنة واصعد درجة. أكيد. شنو رأيك بالشباب الباقين اليزيديين؟ بصراحة شباب على رأسي اليزيدية وغير اليزيدية طبعا، في منهم يروحون طريق صحيح، في منهم طريق غلط. سالفة الشبورت مو سالفة سهلة، في واحد يعمل لياقة يعدل جسمه، بس مثل ما قلت سالفة الشبورت إذا واحد يصعد درجة في مرات إصابات، في مرات بروتينات غير صحيحة، في أضرار وفي تحسنات بهالشيء. أوكي برأي عدنان وكما قلت هي راستيشك دس خوشيل تتكين وبوفي كاريتي بيروز وبوفي خلماتا تكري ليت هيرا دا وكو بيجن تنوه بتني جي، يعني تو بتني تو إنسانك بتني دفيواري دا أري ديسا هكر هاتو شو تدفت برفرا بيشي بو قناغة كبيشتر أنجي تفت الحد كي بسكني بزبط. بصراحة أنا مفكر يعني دائما كل سنة وعلي المستوى الجسم طبعا، معلي مستوى الجوائز مالتي الحد بلكتو الله خلص، يعني يجوز إصابة قوية أو كلية أو معدة أو أي شيء بالشبورت كل شيء يصير زين، فهاي من عند الله، بس اللي أنا مقررة دائما كل سنة واصعد فالله كريم. براي عطنان شيداتا تبوان جهلت مايد مال دارونشتي تبوان شد بيجي جهلت إزديا؟ بصراحة يعني يفرحني أي شخص يزيدي يمارس الشبورت مؤلة كمال الرسام أو غير، سلة، طائرة، فوزبال، كرة قدم، طبعا الشبورت مهم، قاعدة البيت ما تفيد، كل إنسان إذا عنده حلم يقدر يحقق حلمه طبعا، يجوز عدنان ما موجود أكيد أكو غير عدنان، فأكو هواية عالم تقدر تمارس الشبورت وتقدر تصعد وتحصل على أكثر الجوائز، فأتمنى من شبابنا اليزيدية يمارسون الشبورت مؤلة كمال أجسام في عدة السلة، كرة قدم، ملاكمة، فأقولهم وأني طبعا أي شخص يحتاج بلان تدريب، بلان أكل، أني بالخدمة. أنا طبعا بصراحة هواي كتبولي هاي الفترة على الفيسبوك وعلى الانستغرام فما كان عندي وقت، بس إن شاء الله أي شخص يحتاج مساعدة يقدر يكتب لي على الصفحة تبعي وأني حاضر وبالخدمة. شكرا براي عتنان وكو سرقاسي عراقي
دعوة بتش عراقي هاتية تشتكش رخي حكومة حكومة عراقية الحالة تبرسية؟ لا بصراحة ما أجاني لا مخابرة ولا أي مساعدة، وبصراحة أني ما أحتاج أي مساعدة من أي جهة عراقية. برای عتنان ویدر دا امی بر دمایی که برنامه خوبین یرو روش هیویاتا تو وک انسانه کی ازدی چیش ازید خانه هیویاتا چیه قریب زمانه دایی که خبر بودی بصراحة اتمنى الامان اول شي وانا يفرحني امثل اليزيدية بالرياضة وكمال الاجسام واتمنى من الله بس يصير الامان ولا يجي هاي الفرمانات علينا وأنا بصراحة من وراء هالشي طلعت على ألمانيا ومن غير ماكو أمان بالعراق فمحمد الله عايشين هنا وأتمنى أهلنا وقرايبنا بالعراق عليهم أمان وإن شاء الله حياتهم تصير أحسن وأحسن. القرايب شو تريد تقول القرايب كل أصدقائك؟ بصراحة أشكر أصدقائي هواي وأشكر قرايبي أشكر القريب والغريب طبعا اللي خابرني واللي كتب كومنتار واللي ساعدني بصراحة. سلافش حمو جماعتي ما إزديا هكر مساعدات فين شبر شبورتي صفحة منها يا فيسبوك عدنان بعزاني وسر إنستغرام عدنان بعزاني أسب خدمته وعندي صفحة الخاصة بي الفيسبوك عدنان بعزاني والإنستغرام عدنان بعزاني وأني بالخدمة اللي أي شخص يحتاج مساعدة الشبورت بلان أكل تدريب أني بالخدمة. Also ist meine Seite Adnan Bahzani auf Instagram und gleich auf Facebook. Wer Hilfe braucht oder Ernährungspläne oder Trainingspläne, ich bin sehr gern für euch da. Vielen Dank. شكراً لك. Hallo, مع السلامة. بلي بينارت إيجا بينارت إزخان تي في. تقدر ده ماتين دماغي كبرنامة خو برنامة شبورت إزخان تي في. حتى نيجارة كدي بينا في خير خوشي داو. أزو براي ورديكو بهرمو براي عدنان صلاة ورسب خاطريوه.